التسعة دول فقط استثماراتهم تصل حوالي 85 مليار دولار، ده الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، على نفس المستوى اللي تم توقيعه في من ضمنهم شركة كاتب استثمارات أيضا. داخل مصر؟ استثمارات التسع اتفاقيات إطارية ايوه فقط لإنتاج الهيدروجين الأخضر حوالي تصل استثماراتهم إلى 85 مليار دولار. ده تسع اتفاقات إطارية من ضمن 23 مذكرة تفاهم تم توقيعها، ومتوقع الفترة القادمة إن برضو تبدأ يبقى في خطوات داخلها مشروعات تجريبية على فكرة يعني. وبالتالي متصل بها أيضا. هو ليه المستثمرين مهتمين جدا وبيضخوا استثمارات المليارات دي ليه؟ لأولا لأن هم شايفين القيادة السياسية مهتمية جدا وبتوجه في التوسع في الطاقة النظيفة، دي أولا. نعم ثانيا أيضا توجيهات سيادة الرئيس للتعاون وفتح الاستثمار مع القطاع الخاص في المجال الطاقة المتجددة والهجين الأخضر. نعم ثالث حاجة المخطط العلمي والتخطيط الاستراتيجي مع كبرى المكاتب الاستشارية للفترة القادمة مصر رايحة فين، وده باين من الاستراتيجية المصرية لمزيج الطاقة، وأيضا الاستراتيجية المصرية للهيدروجين الأخضر في السنوات القادمة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. فبالتالي وكمان في نفس الوقت إمكانيات مصر الكبيرة جدا جدا لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة سواء شمس أو رياح. يمكن على المستوى الكهرومائي يعني القدرات اللي وصلنا لها يعتبر يعني أقصى قدرات متاحة حوالي 2832 ميجا وات. انما الشمس والرياح عايز اقول لحضرتك ان الدراسات الاوليه بتقول ان في قدرات هائله من الامكانيات لانتاج الطاقه من الرياح والشمس كبيره جدا جدا، بنتكلم على وده قد ايه دكتور ايمن؟ لا قدرات كبيره، يمكن الدراسات الاوليه بتقول يعني قدرات كبيره جدا. خلينا لما فعلا الدراسات دي تبقى يعني أكيدة وموثقة ممكن نعلن عنها، ولكن عايز أقول لحضرتك إن قدرات كبيرة جدا جدا يعني. كويس. ويمكن ده اللي بيخلي إن أوروبا يعني شعرة ب يعني اهتمام كبير جدا إن مصر تكون مركز هام جدا سواء لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وكمان الهيدروجين الأخضر وأيضا الربط الكهربي. وده عايز اقول لحضرتك ان الربط الكهربي ده مش بس بين مصر واوروبا، ده افريقيا واوروبا، لان افريقيا غنيه جدا بالطاقات المتجدده، وبالتالي ومصر بتتعاون مع الجميع سواء عربيا افريقيا اوروبيا دكتور ايمن، عالميا. حضرتك كده بنتكلم على الربط ما بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي. اولا عندنا ربط كهربائي مع قبرص واليونان، هو عندنا ربط، لسه مذكرة تفاهم، ايوه بس في اتصالات عشان تنفيذ هذا الخطر مع اليونان بإذن الله إن شاء الله يعني. طيب، وفي دلوقتي الكلام على ايطاليا. والربط مع إيطاليا مذكرة تفاهم اللي تم توقيعها اليوم للدراسات الخاصة بالربط مع إيطاليا. وأيضا كان في مذكرة تفاهم مع قبرص للربط. فاللي بيدعم الثلاث اتجاهات دولت اهتمام كل الاطراف سواء الاتحاد الاوروبي، مصر، الشركات الاستثماريه الكبرى، الشركات الخاصه عشان تخش في تنفيذ خطوط الربط ديت، لان هيعود بالنفع على الجميع نعم سواء على مصر على الاتحاد الاوروبي. واحنا كلنا بنتابع الحاجات اللي بتواجه العالم كله في مجال الطاقه واهتمام اوروبا بالحصول على الطاقه وخاصه من المصادر المتجدده. ماذا عن ومصر زيهم. خطوط الملاحة العالمية ومسألة التزود بالوقود الأخضر؟ دي نقطه مهمه جدا. يمكن زي ما مصر موقعها الاستراتيجي بيتاح ان هي انتاج طاقه من مصادر متجدده بكميات كبيره، ايضا قناه السويس، عندك البحر الاحمر، عندك البحر المتوسط، الخطوط الملاحيه اللي موجوده. يمكن لو حضرتك تتذكر احمد بيه شركه ميرسك العالميه والمشروع الخاص بيها في برضو انتاج الميثانول الاخضر لتمويل السفن الخاصه بيها. وكمان في نفس الوقت يمكن
قرب مصر من الاتحاد الاوروبي عن طريق البحر المتوسط، وكمان الجزء الخاص بالخطوط الملاحيه وقناه السويس، ده بيسمح لي وطبعا واقليم ومنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، بيسمح بانشاء مصانع لانتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته. يمكن من ابرز مشتقاته هو الامونيا الخضراء علشان نقلها. يعني طبعا الهيدروجين الاخضر ممكن يتنقل كهيدروجين، ولكن كلها طرق للنقل ابرزها دلوقتي يمكن الامونيا الخضراء. وطبعا اهميه ان يبقى عندك خطوط ملاحيه وقربها من المستهلك النهائي، ده شيء مهم جدا وبيضع مصر على خارطه الاستثمار في مجال الهيدروجين الاخضر ومشتقاته. دكتور ايمن، النهارده دكتور مصطفى مدبولي كان بيتابع